الأثواب اللي راح نعرضها في المعرض المتغير القادم هو أثواب منطقة الغور، وبشكل أساسي الغور نهر الأردن ومنطقة أريحة وشرق البحر الميت وغرب البحر الميت، على ضفتين نهر الأردن، لأن الأثواب في هذه المناطق تشابهت، اختلفت تسمياتها من منطقة لأخرى، لكن تشابهها بالحجم والشكل بيعطي انطباع بأنه البدو في مناطق غور الأردن كان يلبسوا تقريبا نفس طريقة الزي التقليدي. في منطقة الكرك في الأردن كان مسمى اسمه ثوب المدرجة، في السلط الخلقة، في برية البحر الميت اتجاه بيت لحم ثوب الشتالة، يعني منطقة عرب التعامرة كانوا بيلبسوه، والعبادية في شمال أريحة منطقة العوجة كانوا يلبسوا الثوب اللي بتسمى ثوب العب. احنا نحن نعرض نموذجين من هذول الأثواب. النموذج الأول هو الثوب الشتالة اللي بتميز بطوله طويل جدا لكن رفيع، بتطرز على الفتحات يعني على الأكمام والديل والقبة. ثوب العب رح يكون هو الثوب الأكثر تميزا من ثوب الشتالة، لأنه نادر جدا، قليل ما شفنا في مجموعات موجودة هيك أثواب. ثوب ضخم بتراوح طوله بحوالي 3.5 متر ل4 متر، عرضه 2.5 متر ل3 متر. تقنية لبسه مميزة بأنه بيلتبس على أكثر من طية، يعني بنطوى على أكثر من 3 طيات، يستخدم أكمامه الطويلة جدا لجزء منها كعصبة وجزء منها كحزام وجزء منها كمان ممكن يستخدم لأدوات يعني استخدامات يومية بنقل الحطب وغيره. عملية لبس الثوب، وهون بحكي بشكل أساسي على ثوب العب اللي هو منطقة أريحة وشمال أريحة، التقنية اللبس هاي وضخامة حجمه ما بتعني أنه هو حامي أو أنه هو ثقيل جدا، إنما الست البدوية اللي كانت تلبسه كانت مرتاحة فيه، كانت تحس بأنه بيحميها من الحرارة ومن الرطوبة من البرد بنفس الوقت، وهذا بيعني أنه هو بشكل أو بآخر عملي للمناطق الحارة اللي هو استخدم فيها.